بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في سياق الآيات التي ابتدأناها في الحلقة السابقة ووصلنا إلى قوله لأكفرن عنهم سيئاتهم، وقلنا التكفير هو الستر، بمعنى أن الله يستر سيئاتهم ولا يفضحهم بها، بل إنه يسترها عليهم ويغفرها لهم. لأكفرن عنهم سيئاتهم، والسيئات جمع سيئة، والسيئة ضد الحسنة، والمراد بها مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يغفر الذنوب لمن تاب إليه وأناب. ولأدخلنهم جنات تجري، هذا وعد آخر من الله جل وعلا مؤكد بالقسم. لأدخلنهم جنات، والجنات هي البساتين الملتفة الجميلة المناظر الطيبة المسكن. ولأدخلنهم جنات، وقال جنات لأن الجنات متنوعة وهي جنات كثيرة ودرجات عالية عند الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا واسعة عرضها السماوات والأرض كما في الآية الأخرى، تجري من تحتها الأنهار. من تمام جمال هذه الجنات أنها تجري من تحت مبانيها وأشجارها الأنهار العذبة الطيبة، يشربون منها ويتبهجون بها. تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، ثوابا من عند الله أي إثابة على أعمالهم التي عملوها في هذه الدنيا. ومنها ما ذكر في هذه الآيات من الإيمان والهجرة والجهاد والاستشهاد في سبيل الله، وهذا الثواب من عند الله جل وعلا تفضلا منه وإحسانا، لا أنهم استحقوه بأعمالهم من باب المعاوضة، فإن أعمالهم بالنسبة إلى الجنات فإن أعمالهم بالنسبة إلى هذه الجنات شيء قليل، والجنات أمرها عظيم، فهي تفضل من الله جل وعلا. ثم قال والله عنده حسن الثواب، هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى غني كريم، وأنه يعطي وليس لعطائه حد وليس لثوابه نهاية، فهو يعطي هذه الجنات ويعطي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله جل وعلا عنده حسن الثواب لمن أطاعه واتقاه. ثم قال جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا نهي للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نهي لكل مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بألا يكبر في أعينهم أو يعجبون
بما يعطاه الكفار من أبهة الحياة وزخرف المتاع في هذه الدنيا، فما عليه الكفار من زهرة الدنيا وبهجتها إنما هو استدراج لهم. فالمؤمن لا يكبر في عينه متاع الدنيا ولا يغتر بما عليه الكفار فيظن أن الكفار أنهم على حق وأنهم ما نالوا هذا العاجل والزهرة في الدنيا ما نالوها لكرامتهم على الله جل وعلا، بل هذا من إرادة الله بهم الشر في أنه يستدرجهم في هذه الدنيا فيتمادوا في المعاصي فيعظم عقابهم يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وكما في قوله سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن يحب. وفي الحديث: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لا يغرنك تقلب الذين كفروا، تقلبهم يعني أسفارهم في البلاد للتجارة وللنزهة ولغيرها، لا سيما في عصرنا الحاضر وما مكنوا به من سرعة وسائل النقل جوا وبحرا وبرا، فإن هذا كله من باب الاستدراج لهم. ثم قال جل وعلا: متاع قليل، أي أن هذا الذي ترونه مما عليه الكفار من بهجة الدنيا وزهرتها إنما هو متاع، والمتاع هو الشيء الذي يتمتع به مدة يسيرة ثم يزول، متاع. ثم وصفه بأنه قليل بالنسبة لما عند الله لأهل الإيمان في الجنة، فإن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها متاع قليل، كما قال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فكل ما بأيدي الكفار فإنه متاع زائل وعرض منقطع يعقب حسرة وندامة، والعبرة إنما هي بالعواقب وليست العبرة بالبهجة والنظرة واللذة العاجلة التي تزول وتنقطع، وإنما العبرة بالثواب الباقي المستمر وإن كان مؤجلا. فالعاقل ينظر في العواقب، وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. ثم قال: ولهم عذاب أليم، هذه عاقبتهم، فإنهم إن متعوا في هذه الدنيا بما يعطون من البهجة والنظرة والسرور والغنى والثروة والقوة، فإن ما ينتظرهم من العذاب ينسيهم كل ما أعطوه في هذه الدنيا وما كأنهم أعطوا شيئا. وجاء في الحديث أنه يؤتى بأكثر الناس نعيما في هذه الدنيا ولذة وسرورا فيغمس في النار غمسة
فيقال له: يا ابن آدم، هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في هذه الدنيا، فيغمس في النعيم غمسة، فيقال له: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.